الحقيقة يعني في البداية أود أن أنبه إلى شيء مهم. أنا لست موجودا في هذا الحوار لكي أقيم السلطة القضائية في ليبيا، هذا من ناحية. يعني أنا لست موجودا لتقييم السلطة القضائية، وأنبه إلى أن انتقاد السلطة القضائية شيء مخالف لقانون العقوبات الليبي، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني ردا على سؤالك، الذي أود قوله أن إشكالية يعني إعادة تفعيل